اللحظات الأخيرة فتحت البوابات إذن واندفعت الجاد والأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات التي لم تكسب في مشاركاتها السابقة في تنافس على مسافة الميل، وجازت فيروز العبد العزيز يرحمه الله أحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. الانطلاقة تبدأ دواجة من الخارج، هو صاحب المركز الأول والمركز الثاني لميحة والمركز الثالث من الداخل، وشاهد بداوي يتقدم للمركز الثاني في هذه الأثناء تحديدا، وتتراجع إذن مايحة للمركز الثالث. منافسة الشوط الثالث مشاهدين الكرام، ومسافة الميل بقيادة من دواج صاحب المركز الأول، الآن عفي صاحب المركز الثالث من الخارج يبدأ التقدم، محاولة للتقدم في هذه الأثناء وتحسين موقع مشاهدين الأعزاء مع المنعطف الأول لهذه الجيادة والأفراس المشاركة في هذا الشوط الشوط الثالث. وشاهد محاولات للتقدم من الداخل من بداوي، فيما عفي يحاول التقدم من الخارج، بالفعل يتقدم عفي من الخارج مع الدخول للمنعطف الأخير والخط المستقيم. عفي يتقدم بكل قوة، ما شاء الله تبارك الله، ابن جولد كامب في أولى مشاركاته وأول حضور رسمي له في سباقات الخيل السعودية. عفي ما شاء الله تبارك الله يتقدم وبعدد كبير من الأطوال عن أقرب المنافسين، ما شاء الله تبارك الله، والحضور يأتي أيضا من مسيب في المركز الثاني. منافسة مثيرة انتهت لمصلحة عفي ما شاء الله تبارك الله على هذا المستوى والنتيجة في أول